في مدينة كركوك العراقية الغنية بالنفط، تجوب الطفلة السحر الشوارع على عربة توك توك مع شقيقيها الصغيرين، بحثاً عن الخردة المعدنية بين أكوام النفايات لبيعها وعلاج والدها. يوميا نطلع من الصبح نلم قواطي على ما نلم منه شوية فلوس على مود نشتري علاج لأبوي المريض أو نجيب أكل للبيت أو للإيجار. الحمد لله قاعد نطلع عيشتنا شوية من هاي، يعني ما نقول مرتاحين بس الحمد لله. سنوات البراءة تهدر بين أكوام قمامة المدينة، ومستقبل دراسي يذوي تحت حرارة الشمس اللاسعة. أنا أشوف صديقاتي يروحون هم أضوج، بس بعد هاي العيشة إحنا كيد كل واحد يتمنى يدرس، وأنا أبوي مريض ما أقدر أعوفه وأروح أدرس، وإخواني أمي أنا بعدهم يراد لهم دراسة بعدهم صغار حطية أريدهم يرجعون يدرسون. تعمل سحر وشقيقيها بكد لتحصيل بضعة دنانير بالكاد تكفي سد إيجار منزلهم وشراء علاج لوالدها العاجز. كنت أشتغل مثلا كهربائيات، أصبغ بيوت سقف ثانوي، كاشي سيراميك عادي، كنت أشتغل أي شغلة كنت أشتغلها عادي. فجأة وقعت مريض وصار بي هاي الحالة، قمت عيني ما أشوف بي، عندي بنتي على الله وعلى ابني عايش يعني. مقاعد الدراسة منالها بعيد عن سحر، فهي مصرة على الاستمرار في هذا الطريق حتى يكتمل شفاء والدها ويصبح قادرا على العمل.